أفيد سماحتكم أنني مساهم في البنك الأمريكي وهو يتعامل بالربا، وعندما علمت ذلك سحبت بعض الأسهم التي تخصني وفيها بعض النقود من سبب الربا، ما أدري معنى هذا، هل هذا حرام؟ المساهمة في البنوك الربوية ما تجوز، المساهمة في البنوك لا تجوز لأنها تعامل بالربا، والمساهمة فيها من باب التعاون الإثم والعدوان، وإذا جاءه ربح في سهمه فينبغي أن يتصدق بهذا الربح ولا يجعله من مال، ويخرجه في وجوه البر كمواساة بعض الفقراء والمساكين أو إصلاح دورة مياه أو ما أشبه ذلك من ما ينفع الناس، ولا يجعله من ماله.